هاد الفيديو هو جزء من واحد السلسلة ديال الفيديوهات كنوثق فيها كيفاش غادي نستعمر هاد الخريطة بالجرافيتي. بقى معايا وشوف كيفاش غادي تولي هاد الخريطة قبل من 2024. نبقاو في شمال شرق الخريطة ونأطاكيو واحد الحيطه. حيط جا في واحد الزنيقة وسط الإقامات. يلا نبداو على بركة الله. بعد ما بديت تنصبغ في الكاراكتر بقيت تنفكر بزاف علاش اختاريت بالضبط الفيل. صراحة ما عرفتش بالضبط علاش. المهم هو من بين الحيوانات اللي مفضلة عندي حيتاش الكاراكتر ديالو في شكل هو داير بحال شي خونة اللي صحيح والبنية الجسدية ديالو كبيرة ولكن ما تيستخدمش القوة ديالو بزاف. هو حيوان واد يعني. واحد الحاجة اللي تتعجبني فيه عاوتاني هو انه ملي كيكون كيتألم تينعزل على القطع وكيتألم بوحدو في منطقة نائية، خصوصا إذا كان هذاك الألم ديال الاحتضار، دونك تيكون حاس براسو بأنه غادي يموت وتيعتزل العالم. واخيرا الحيط الرابع سالة وزدنا 18 متر اخر. ما بقى والو على 100 متر الاولى. تهلاو.